روشتتنا الغذائية النهاردة هنتكلم عن أمراض المناعة الذاتية. يعني إيه أمراض المناعة الذاتية؟ يعني والإنسان جنين كده لسه بيتكون، جهازه المناعي في غدة مهمة جدا بتبقى في الجنين بتتعرف على كل خلايا وأنسجة الجسم، فبالتالي لما الجنين يتولد ويكبر بيبقى فيه عندي جهاز اللي هو الورثة بتاعت الغدة دي، خلايا معينة من كرات الدم البيضاء وظيفتها تتعرف على ما هو غريب وعلى ما هو بتاعي أنا، يعني خلايا أنا وجسمي أنا. لما بيحصل خلل في الجهاز المناعي الخلايا دي بيحصل فيها زي اضطرابات وبتبتدي تهاجم أنسجة معينة في الجسم، زي ما بيحصل في الروماتويد، زي ما بيحصل في الذئبة الحمراء وفي بعض أمراض الكلى. أصحاب الأمراض المناعة الذاتية أول حاجة طبعا ما يسمعوش كلام جهات أو مصادر غير موثوق فيها علميا، لازم يروحوا لطبيب تغذية متخصص جدا، لأنه هم عندهم مرض إلى حد ما عنيف بيعمل التهابات في الجسم كله، وفي نفس الوقت هو بياخد علاج يضعف له مناعته، فهو بيبقى أكثر عرضة من غيره لأنه يجيله أمراض معدية. وكمان زي ما احنا عارفين الكورتيزون بيضعف العظم وبيعمل هشاشة وبيحوش مية في الجسم وبيرفع الضغط وبيرفع السكر، يبقى لازم طبيب تغذية متخصص. طيب اللي بياخد اللي عنده أمراض مناعي ذاتي وبياخد كورتيزون هنعمل ايه؟ أول حاجة هنديره من الأكل مش من فيتامينات أو من أي حاجة، الأطعمة اللي هي معروف عنها ان هي مضادة للالتهاب زي فيتامين ألف، فيتامين دال، أطعمة غنية بفيتامين دال، نقوله ممكن تقعد في الشمس شوية، ممكن ياخد حاجات مغذيات غنية بالزنك، فده كل الحاجات دي بتعمل مضادات للالتهاب المصاحب لأمراض المناعة الذاتية. في نفس الوقت احنا عايزين نتلافى الأثار الجانبية للكورتيزون، الكورتيزون بيرفع الضغط وبيرفع السكر وبيعمل هشاشة في العظم، يبقى أول حاجة هقلل الملح في أكلي، ونخلي بالنا أن الملح المخفي زي ما بنقول اللي هو بيبقى موجود في الصوصات أو في الصلصة أو في الأطعمة السريعة، ده بيبقى مصدر للملح والصوديوم أكتر من الملح نفسه بتاع الطعام، فبقى هنبعد عن كل ما هو مصنع، هنبعد عن ونقلل الملح بتاع أكلنا. وفي نفس الوقت ممكن أخد حاجات زي الورقيات بتبقى غنية بالبوتاسيوم فتطرد الصوديوم من جسمي، أكل بقى خس، كابوتشي، ناخد فلفل ألوان، ناخد حاجات غنية بالبوتاسيوم، كل ما هو أخضر هو غني بالبوتاسيوم. وطبعا منتجات الألبان مهمة جدا للمريض اللي ماشي على كورتيكوستيرويدز أو على كورتيزونات. ليه؟ لأن زي ما قلنا الكورتيزون بيعمل نخر في العظم، فمهم جدا إن أنا أخد كمية كالسيوم كافية، بنقول لهم على الأقل 3 مقدار من كوباية اللبن دي، ممكن ياخد كوباية لبن، كوباية زبادي، قطعة جبنة كبيرة، ممكن ناخد الحاجات الغنية بالزنك علشان دي بتقلل الالتهابات جامد. من آثار الجانبية للكورتيزون كمان إن هو بيرفع السكر، يبقى للمرضى اللي على كورتيزون بسبب أمراض المناعة الذاتية من فضلكم نقلل السكريات ونقلل النشويات اللي هي بترفع السكر، ونقلل الأطعمة اللي هي معروفة إن هي مؤشرها جلايسيميا عالي، يعني زي في الفاكهة مثلا المانجا، العنب والبلح، ما ناخدش عصير فواكه، الأفضل ناكل الفاكهة على بعضها، النشويات البيضاء زي الرز والعيش الأبيض والعيش الفينو والمكرونة نقللهم قدر الإمكان. الكورتيزون كمان من الأثار الجانبية بتاعته إن هو ممكن يعمل لي اضطرابات شوية في دهون الدم، فبرضه من فضلكم يفضل إن إحنا نقلل كمان من الدهون. في نهاية حلقتنا المناعة الذاتية غير نقص المناعة، من فضلكم أصحاب أمراض المناعة الذاتية علشان صحتكم وسلامتكم الأفضل اللجوء إلى طبيب تغذية متخصص يعرف المرض ويعرف نوع العلاج اللي بياخده ويوصف النظام الغذائي المناسب، وأتمنى لكم جميعا الشفاء وفطار صحي آمن.